تم استخدام تعزيزات من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، لكن حقيقة لم تستطع التقدم، على العكس خسرت إدارة المركبات وأكثر من 350 نقطة. أول أمس معارك استخدام تعزيزات من الشمال السوري كبيرة وكثيرة في أيضا مناطق اشتباكات عنيفة لفك الحصار عن منشأة عسكرية في غوطة دمشق، بالتحديد من الفرقة التاسعة من جنوب درعا. طبعا 250 ضابط روسي وإيراني وسوري محاصرين في منشأة عسكرية مع تقريبا 10,000 شبيح من الحرس الجمهوري محاصرين في دمشق في غوطة دمشق. اشتباكات صار لها 3 أيام، معارك شرسة في مبنى محافظة دمشق. إذن المحاولات الفاشلة لا زالت متواصلة من قبل النظام والذي يستحضر تعزيزات من جميع المدن السورية. إصابات الأسد تحاول أن تنقذ 250 ضابط روسي وإيراني وقرداحي. والقتلى بالعشرة والمئات كل يوم.